مع أن يقترب عيد الفطر في سوريا حتى تتحول المنازل والمعامل والأفران إلى ورش عمل كبيرة لطبق الكوليجا. تتشابه طريقة إعدادها في كل المنازل والمعامل والأفران، ولا يكتمل طقوس العيد إلا بالكوليجا، أشهر أنواع الحلوى في سوريا. مواد الكليشة: طحين، عندك السمنة، سكر، والتبلة مكونة من شمرة ويانسون ومحلب وجوز هند، وهي هي الكليشة. نحطها بالخفاقة الموجودة هنيك، نعجن لمدة 10 دقائق، بعدين نطلع منقطعها ونحطها بالصواني مثل ما شايفة قدامك انت هوني، بعدين على الخبيز. وأنت تتجول في أحياء وشوارع مدينة القامشلي تنبعث رائحة التمر الممزوج بالجوز والزبيب والهيل، فلا يكاد يخلو بيت سوري من صنع الكوليجا كأبرز طقس دال على قدوم عيد الفطر السعيد.